بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى حينما تكلم عن بيان حكم الحج وما يتعلق به بدأ بالحديث عن مواقيت الحج، وذلك أن المواقيت قد تكون شرطا للعبادة كالصلاة مثلا، فإن دخول الوقت شرط، فإن من فعل العبادة قبل وقتها فإن صلاته غير صحيحة، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما مواقيت الحج فإن بعضها قد يكون شرطا وبعضها لا يكون كذلك، وذلك أن المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فأما المواقيت المكانية فإن الإحرام منها واجب، ومن أحرم قبلها صح إحرامه لكنه خالف الأولى بل ويكره، ومن أحرم بعدها ودونها صح إحرامه لكنه يكون قد ترك واجبا فعليه دم. وأما المواقيت الزمانية فالمراد بها أشهر الحج الثلاثة، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والإحرام بالحج قبلها ينعقد، ولكن الأولى ألا يحرم بالحج إلا من هذه الأشهر. وأما فائدة معرفة المواقيت الزمانية فقد ذكروا لذلك فوائد، منها أنهم قالوا إن من أحرم بعمرة قبل المواقيت الزمانية أي الأشهر الثلاثة ثم حج من عامه ذلك ولم يرجع إلى بلده فإنه لا يكون قد أخذ حكم المتمتع فلا فدية عليه، بخلاف من جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج فإنه يجب عليه فدية التمتع. المقصود من هذا أن المواقيت في الحج نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. والمصنف إنما أورد في هذا الباب الأحاديث المتعلقة بالمواقيت المكانية كما سيوردها. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عباس وهو الأصل في المواقيت المكانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة. قوله وقت أي قدر وحدد، وهذا التوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بوحي من الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قوله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، المراد بأهل المدينة أي من كان ساكنا في المدينة أو مر عليها من غير أهلها، كما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. وقوله ذا الحليفة، ذو الحليفة هي متصلة بوادي العقيق، وذلك جاء أنها واد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبرائيل أتاني آنفا فقال صل في هذا الوادي، يعني ذا الحليفة لما أراد أن يحرم. قال: ولأهل الشام الجحفة. المراد بأهل الشام كل من كان شمالي المدينة، فإنه يسمى شاما، والجحفة هي قرية كانت خريبة في الزمان الأول لوباء أصابها، وأما الآن فقد بني هذا الميقات في محله حيث كان في الزمان الأول، وهي بجانب مدينة رابغ المعروفة الآن، والميقات فيها عامر وقائم. وأما ذو الحليفة فإنه قد اتصل الآن بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوشك أن يكون حيا من أحيائها. قال: ولأهل نجد قرن المنازل.
المراد بنجد هنا نجد الحجاز، وكل من جاء من طريقها كأهل الأحساء وأهل شرق جزيرة العرب ونحوهم. وقوله قرن المنازل جاء بالتعريف بهذا القرن أنه واد، ولذلك يسمى الآن بوادي السيل، حيث يوجد فيه المبنى المعروف بالميقات. وجاء في بعض كتب فقهائنا من كان يسميه بقرن الثعالب، وقد أنكرت هذه التسمية على بعضهم، وأن قرن الثعالب إنما هو في مكة، ولكن ليس كما قالوا، بل هو يسمى كذلك قرن الثعالب، فإن في مكة موضعا بهذا الاسم، وقرن المنازل لها اسم آخر يسمى بقرن الثعالب. وإلى عهد قريب سكان هذه الوادي وهو وادي السيد يسمونه بقرن الثعالب، ويقولون إنها فيها قرون ثعالب، أي أماكن يجتمع فيها الثعالب. لما جاء الخط الجديد هذا أزال بعض هذه القرون ولم يبق إلا بعضها. إذن قرن المنازل هو الذي يسمى بالسيل أو قرن الثعالب، وهو أيضا واد. قال ولأهل اليمن يلملم، المراد بأهل اليمن كل من كان جنوبا عن مكة فإنه يسمى يمنا، ولذلك فإن الكعبة لها ركنان شاميان وركنان يمنيان. ويلملم هذه قيل إنها جبل كما ذكره الشيخ عثمان في حاشية على المنتهى، وقيل إن يلملم هو واد. وعلى العموم فهي منطقة معروفة قريبة من قرية تسمى بالسعدية، والآن في الخط الجديد يسمى خط الساحل نظر لما يحاذيها، فبني ميقات على الخط السريع، هذا محاذ للميقات الأصلي وهي يلملم الذي هو الجبل، أو ما قال بعض أهل العلم أنه واد. هذه المواقيت في حديث ابن عباس جاء أنها أربعة، وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن المواقيت ثلاثة ولا تعارض بين ذلك. فقد ذكر أهل العلم أن ابن عمر إنما حكى ما سمع، وابن عباس حكى ما سمع، وسيأتي من حديث جابر أيضا زيادة خامس سنتكلم عليه في محله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هن لهن، إذن قوله هن لهن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس مدرجا من قول ابن عباس، وإنما مرفوع له عليه الصلاة والسلام. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. قوله هن لهن أي هذه المواقيت الأربع لهن، أي لأهلهن، فميقات المدينة لأهل المدينة، وميقات الشام لأهل الشام، وميقات نجد لأهل نجد، وميقات اليمن لأهل اليمن. وهذا معنى قوله هن لهن، إذن هن الأولى أي المواقيت، لهن أي لأهل هذه المواقيت. قال ولمن أتى عليهن من غيرهن، أي ولمن مر على هذه المواقيت من غير أهلهن، من غير أهلهن كما جاء في بعض ألفاظ الحديث. فلو أن نجديا مر المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة ولا يلزمه أن يرجع إلى قرن، وكذا لو أن شاميا مر بميقات أهل اليمن وهو يلملم فإنه يحرم من ميقاتهم، وهكذا. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذه سيأتي أن لها فقه سنشير له بعد قليل. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. قوله من كان دون ذلك أي من كان دون المواقيت، وذلك أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون مكيا سكنه في الحرم، وإما أن يكون آفاقيا سكنه خلف المواقيت، وإما أن يكون دون المواقيت وهي البلدات والمدن التي يكون أهلها دون المواقيت وليسوا في الحرم. ومن أمثلتها الآن جدة، مدينة جدة وبحرة وحدة والكامل وعسفان وادي نعمان وغير ذلك من المدن الكثيرة التي يعمرها الناس بالسكنى وبالإقامة والاستيطان.
إذا من كان دون ذلك أي دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ أي من حيث أراد أن يأخذ العمرة. قال حتى أهل مكة من مكة. قوله حتى أهل مكة المراد بأهل مكة، ذكر فقهاؤنا أن المراد بهم من كان قاطنا بمكة أو من هو على كل من هو بها على كل حال، فإنه حينئذ يحرم من مكة. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة المراد به أن يحرم من مكة للحج، وأما العمرة فكما سيأتي فإنه يحرم بها من أدنى الحل. هذا الحديث كما ذكرت ابتداء أنه من الأحاديث التي يبنى عليها الكثير من المسائل، ونأخذ من ذلك من الفقه من هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أن الإحرام من المواقيت المكانية واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، وبناء على ذلك فإن من جاوز الميقات ولم يحرم منهن وإنما أحرم دونهن فإنه حينئذ نقول وجبت عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وأما تقديم الإحرام على المواقيت فذكر أهل العلم أنه يجوز ولكنه مكروه فعل ذلك لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت فالأولى أن لا يحرم المرء إلا منها. ونقول إن هذه الكراهة ترتفع أحيانا للحاجة، ومن صور الحاجة في وقتنا الآن الشخص إذا ركب الطائرة ثم أراد أن يحرم وخشي أن يجاوز الميقات لعدم علمه به أو لنسيان قائد الطائرة التنبيه أو لكون قائد الطائرة لا ينبه، فنقول هنا للحاجة فإنه يحرم من قبل محاذاة الميقات وهذه لحاجة، والقاعدة عند أهل العلم أن الحاجة ترفع الكراهة. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، هذا يدلنا على أن الإحرام يكون من المواقيت، ومر معنا قبل قليل أن هذه المواقيت تارة تكون وديانا وتارة تكون جبالا وتارة تكون قرية خربة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن يدلنا على أنه يجوز الإحرام من أول الميقات ومن آخره سواء، ولا كراهة لتأخير الإحرام إلى آخر الميقات، بل يحرم من أوله أو آخره سواء. لكنهم قالوا إن الإحرام من أول الميقات أولى، ووجه ذلك قالوا لأن ابتداء الحكم متعلق به ولمراعاة الدقة في الاحتياط في المسألة، فلذلك ناسب أن يكون الإحرام في أول الميقات أولى من الإحرام في آخره. أيضا من فقه هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، هن لهن، هذه الجملة متعلقة بآخر الجملة وهي قوله هن لهن ممن أراد حجا أو عمرة، استدل بها فقهاؤنا على أنه لا يجوز للمسلم إذا جاوز الميقات أن يجاوزه بدون إحرام، بل يجب عليه أن يحرم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة، أي يجب على كل من دخل مكة قاصدا مكة وقد جاء وصل إلى الميقات أن يحرم. وأكدوا قولهم هذا بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يدخل إلى مكة إلا محرما، واستثنوا من ذلك من دعت الحاجة لدخوله مكة مثل الحطاب ومن له والرعاة ونحوهم فإنهم يستثنون من وجوب هذا الإحرام. والرواية الثانية مذهب الإمام أحمد أنه لا يلزم من قصد مكة أن يقصدها محرما، لأن هذا الحديث دلالته إنما هي متعلقة بمن أراد الحج والعمرة، فلا يكون الوجوب متعلقا إلا بمن أراد الحج والعمرة لا لمطلق من مر بهن ممن قصد مكة. وهذا القول الثاني هو الذي عليه الفتوى الآن.
من جاوز الميقات، أو نؤجل هذه المسألة إلى آخر الحديث. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، نستفيد منها مسألتين. المسألة الأولى أن من مر على أحد المواقيت وكان مروره عليه من باب المرور من غير مجاوزة لميقاته هو، فإنه حينئذ يجوز له أن يحرم من الميقات الثاني. وأما إن مر على ميقاته هو أولا أو حاذا، فيجب عليه أن يحرم من ميقاته ولا يجزئه أن يرجع إلى الميقات الثاني. صورة ذلك: قالوا لو أن مدنيا مر على ميقاته وهو ميقات ذي الجحفة ذي الحليفة، فجاوزه قاصدا الميقات الثاني وهو الجحفة وهو أقرب إلى مكة، فلا يجوز له أن يحرم من الميقات الثاني مع مجاوزته ميقاته الأول، بخلاف الشامي، فإن الشامي يجوز له أن يجاوز الأول للثاني لأنه ميقاته هو، وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد. والرواية الثانية مذهب أحمد أنه يجوز له أن يحرم من أي المواقيت بشرط أن يكون قد مر عليه، فإن جاوز الميقات الأول ومر على الميقات الثاني فيجوز له أن يحرم منه ولو قصدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج أو العمرة، هذا المقصود به من جاوز المواقيت سواء كان من أهلهن أو من غيرهن. وأما من جاوز الميقات وهو لا يريد مكة فإنه لا يلزمه. طبعا المذهب يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج أو العمرة، المقصود به من قصد مكة فيلزمه أن يحرم بالحج والعمرة كما تقدم. وأما عن الرواية الثانية فيقولون: ممن قصد مكة للحج والعمرة. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وهذا يدلنا على أن كل من كان دون المواقيت فإنه يحرم منها، ونقول فيه مثل ما قلنا في المواقيت، فإنه يجوز له أن يحرم من أول بلدته ومن آخر بلدته سواء، وإن كان الأفضل أن يحرم من دويرته أي من بيته، لأن بعض ألفاظ الحديث يدل على ذلك. وبناء عليه فإن أهل جدة مثلا إذا كانوا ساكنين في شمالها وذهبوا إلى مكة من طريق جنوب جدة، فيجوز له أن يؤخر الإحرام إلى آخر العامر الذي يكون في جنوب جدة، وهي محطات البنزين المعروفة هناك، ويحرم منها، يجوز له ذلك، ولكن الأولى أن يكون إحرامه من بيته. ولذا يعرف عند أهل جدة هذه المحطات الأخيرة التي تكون على طريق مكة تسمى بميقات أهل جدة. نقول: نعم يصح الإحرام منها، لكن ليست ميقاتا، وإنما لكونها طرف البلدة وآخر عامرها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة، أي أن أهل مكة يحرمون منها بالحج، وأما إذا أرادوا الإحرام بالعمرة فإنه يجب عليهم أن يجمعوا بين الحل والحرم فيحرموا بها من أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم من التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها منه، والحاج يجمع بين الحل والحرم في ذهابه إلى عرفة، فإن عرفة في الحل، ولذا لم يلزم بأن يحرم من أدنى الحل وإنما يحرم من بيته. إذن المقصود في قوله حتى أهل مكة من مكة، إما أن نحملها على أن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، أو نقول أهل مكة يحرمون من مكة بالحج والعمرة، لكن في العمرة يلزمهم أن يكون إنشاؤهم الإحرام من الحل القريب من مكة، فيكون حينئذ محتاجا إلى تقدير. أهل مكة هنا مر معنا قبل قليل أن المراد بهم عند فقهائنا هم من كان قاطنا مكة، أو من هو بها في كل حال لاستوائهما في الحال في النسك. وذلك فإنه يشمل صورا: الأولى من كان مقيما بها على كل حال وأهله وولده معه، كما قال الله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال أحمد: فجعل العبرة بالمال بالزوجة والولد.
الثاني من كان مقيما في مكة على كل حال شتاء وصيفا في وقت الحج ومواسمه وغيرها، بل هو مقيم على سبيل الدوام فيها وإن لم يكن له زوج فيها، فيكون من أهل مكة حينئذ. الأمر الثالث أو الصورة الثالثة التي ألحقها العلماء بأهل مكة فيجوز لهم أن يحرموا من مكة، قالوا من دخل مكة بنسك، فإن من دخل مكة بنسك يجوز له أن يحرم منها بالحج، كما فعل الصحابة الذين أحرموا حينما كانوا متمتعين، أحرموا بالحج منها لأنهم دخلوها بنسك. وكذلك من أخذ عمرة ثم أراد أن يعتمر مرة أخرى فيحرم من أدنى الحل ولا يلزمه الرجوع إلى المواقيت لأنه دخلها بنسك. عندنا هنا مسألتان مهمتان، في معرفة هاتين المسألتين ينحل عندنا إشكال كثير فيما يتعلق بفهم الرجوع للمواقيت وعدم الرجوع لها. المسألة الأولى أننا نقول إن الشخص الذي يجاوز الميقات له ثلاث حالات، إما أن يكون ناويا الدخول في النسك، وهذه يسميها فقهاؤنا بالنية الكبرى، والحالة الثانية أن يكون غير ناوي الدخول في النسك وإنما هو عازم على أخذ النسك، عازم على أخذ النسك، فيقول سأذهب فترة ثم يعني أقضي حاجة لي في مكة أو غيرها ثم حينئذ أحرم، هذا يسمى العازم، وبعض فقهاء يسميها بالنية الصغرى. الحالة الثالثة أن يكون غير مريد للنسك وإنما أراد حاجة أخرى في إما مكة أو في غير مكة، نأخذها على سبيل التفصيل. الحالة الأولى من وصل إلى الميقات وقد نوى الدخول في النسك، فهنا قد أتى بالركن وهو الإحرام وأتى به من حيث أوجبه الله عز وجل من الميقات، فحينئذ لا فدية عليه لترك واجب، وإنما قد تكون عليه الفدية إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام كاللبس وغيره، وهذا واضح لا إشكال فيه. النوع الثاني أن يكون المرء داخلا أن يكون المرء مجاوزا الميقات من غير النية الكبرى وإنما نية العزم فقط، فيعزم على الدخول في النسك بعد قضاء حاجته، قد يكون له غرض يوم أو يومان أو ثلاثة أو نحو ذلك. نقول إن هذا الذي يكون عازما على الدخول، عازما على أخذ النسك في وقت مجاوزة الميقات، له حالتان، إما أن يكون قاصدا مكة أو أن يكون قاصدا غير مكة، لأن هناك فرق بين قصده مكة قصده غير مكة. يكون قاصدا مكة يذهب إلى مكة يجلس فيها يوم أو يومين أو عشرة ثم يأخذ عمرة، قاصدا غير مكة يذهب إلى جدة يوم يومان أسبوع ثم يأخذ عمرة بعد ذلك، ويختلف الحكم بينهما. الحالة الأولى قلنا إذا كان عازما على النسك عمرة أو حج وقد قصد مكة، فمشهور المذهب أنه يجب عليه أمران، الأمر الأول أن يحرم من الميقات، والأمر الثاني يجب عليه الدم، لأنه تقدم معنا قبل قليل أن المشهور أنه لا يجوز لمن قصد مكة أن يجاوزها بدون إحرام إلا أن تتكرر، إلا لحاجة أو لتكرر دخوله الحرم، فحينئذ نقول يجب عليه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه، ويجب عليه الدم على المشهور من المذهب لأنه جاوز من غير إحرام. وأما على الرواية الثانية فلا يجب عليه إلا الرجوع للميقات فقط ولا يلزمه الدم الآخر، فإن ترك الإحرام من الميقات وأحرم من مكة أو دون المواقيت فإنه حينئذ عليه دم لتركه الإحرام من الميقات فقط. وهذه المسألة يعني نبهت عليها فقط لكي نربط العلم بعضه ببعض ولا تشتبه عندنا المسائل. إذا من كان داخل
قاصدا مكة مع وجود النية الصغرى وهي العزم، فيجب عليه الرجوع إلى مكة مهما كان مكثه في مكة، أسبوع أو أسبوعان أو أكثر أو أقل، فيجب عليه الرجوع. الحالة الثانية، من كان قاصدا غير مكة، وحال مجاوزته الميقات كان عازما على النسك. صورة ذلك شخص يريد أن يذهب إلى جدة لغرض من الأغراض، فإذا انقضى غرضه ذهب إلى مكة وقضى حجه أو عمرته. نقول إن من كان قاصدا غير مكة لا شك أنه لا يلزمه الإحرام كما تقدم معنا قبل قليل، فلا ندخل في الخلاف المتقدم في قضية أن من كان قاصدا مكة يجب عليه الإحرام، وإنما هو قاصد جدة. لكن إذا أراد الإحرام بعد قضائه حاجته فمن أين يحرم؟ الفقهاء يقولون أنه إن مكث في جدة حد الإقامة فأكثر، وهو أكثر من 4 أيام 21 صلاة فأكثر، فإنه يجوز له أن يحرم من جدة، لأنه حينئذ أصبح مقيما فيها فيجوز له أن يحرم منها. وأما إن كانت جمع إقامته التي جمعها من حيث النية دون 4 أيام أو 4 أيام فأقل، بمعنى أنه سيمكث في جدة 20 صلاة فأقل، فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية، وهو من كان عازما على الإحرام ولكنه قاصد غير مكة. الحالة الثالثة، من دخل مكة من غير عزم على الإحرام، وإنما عفوا من جاوز الميقات من غير عزم على الإحرام، وإنما أراد أن يقضي حاجة له في مكة، فإن كان قاصدا فإن عرضت عليه النية في الحرم فمن أين يحرم؟ أو عرضت عليه النية في جدة أو في الكامل أو في عسفان فمن أين، أو الجموم فمن أين يحرم؟ نقول لها حالتان مثل ما سبق، من جاوز الميقات وهو من غير عزم على الإحرام وهو قاصد لمكة فإن عليه دم على المشهور من المذهب لمجاوزة الإحرام من غير إحرام، وإذا أراد أن يأخذ العمرة لزمه الرجوع إلى الميقات لأنه مخالف في مجاوزة الميقات من غير نسك، هذا هو المشهور من المذهب. وعلى الرواية الثانية التي تسقط عنه، وعليها الفتوى التي تسقط عنه لزوم الإحرام من الميقات وجوبا وإنما على سبيل الندب، فيقولون إنه إذا كان داخل المكة من غير عزم على الإحرام وإنما من غير عزم على النسك وإنما طرأت عليه النية وهو في مكة فإنه يحرم من مكة أو من أدنى الحل. وأما من كان قاصدا لغير مكة فعلى المذهب وعلى الرواية الثانية ينشئ نسكه من المدينة التي هو فيها كجدة أو عسفان أو الكامل أو الجموم أو غيرها من المدن. هذه المسألة إذا عرفناها بهذا التقسيم انحل عندنا إشكال كثير، وكثير من الإخوان إنما يسألون في هذه المسألة بعينها، ولذلك بسطت فيها الحكم. المسألة الثانية عندنا أننا نقول حينما نقول الشخص يجب عليه الرجوع للميقات، فهل يجب عليه أن يرجع للميقات الذي وجب عليه الإحرام منه أم لا؟ مشهور مذهب نعم، فمن كان من أهل المدينة ثم جاوز الميقات ميقات المدينة وهو ذو الحليفة وألزمناه بالرجوع للميقات كما في الصور السابقة، فيجب عليه أن يرجع لميقاته الذي وجب عليه الإحرام منه. وأما على الرواية الثانية فيقولون يجوز له أن يذهب لأي ميقات ولو كان أقرب من الميقات الذي وجب عليه الإحرام منه. ويكفى أننا كثيرا في مكة ما نقول للإخوان الذين يجاوزون الميقات اذهبوا إلى أقرب المواقيت، وهو غالبا ما يكون ميقات قرن المنازل وهو السيل، وهذا بناء على الرواية الثانية. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. طبعا هنا لما فرقنا بين النية الصغرى والنية الكبرى الحديث يدل على الحكمين، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج والعمرة يدل
على النية الصغرى والنية الكبرى معا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. هذا الحديث التي أوردها المصنف وهو حديث عائشة وحديث جابر رضي الله عنهما يدلان على الميقات الخامس، وهو ذات عرق. وذات عرق قيل إنها جبل، وقيل أيضا أنها واد، وهو مكان معروف الآن، والآن يمر عليه الخط الجديد، وقد حدد الميقات تماما وما يحاذيه، وبني فيه ميقات يناسب ذلك. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. ذكر المصنف أن هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم كالقرطبي والنووي، ولكن نقل ابن عدي في الكامل أن الإمام أحمد كان ينكر هذه الزيادة في حديث عائشة وفي حديث جابر، ويقول إنها جاءت من طريق أفلح بن حميد. ووجه إنكار الإمام أحمد رحمة الله عليه هذه الزيادة أن التوقيت بالعراق غير مناسب صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العراق في وقته عليه الصلاة والسلام لم تفتح بعد ولم تكن دارا للإسلام. وذلك جاء في حديث جابر أن راويه قد شك في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها من توقيت عمر والصحابة رضوان الله عليهم. وأحمد إنما أنكر زيادة ولأهل العراق ذات عرق، ولم ينكر باقي الحديث في إسناده ومتنه، فإنه صحيح. ثم أورد المصنف بعد ذلك ما في البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق. قبل أن ننتقل المسألة بعدها، هذا الحديث يدل على أن أهل العراق ميقاتهم ذات عرق. وقد حكى أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب رحمة الله عليه أن ذات عرق هي ميقات لأهل العراق بإجماع المسلمين، ولا خلاف في ذلك. وإنما الخلاف من الذي وقتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم بنصه، أم الذي وقتها الصحابة رضوان الله عليهم باجتهاد من عمر رضي الله عنه ومشاورته للصحابة. فالذي جاء في حديث جابر وعائشة أنه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي في البخاري أن عمر هو الذي وقته. وهذا يحتمل أمرين: الأمر الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقته ثم وقته عمر بعده، فيكون عمر رضي الله عنه قد وافق اجتهاده قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر ملهم، وقد جمع عدد من أهل العلم الموافقات التي وافق فيها اجتهاد عمر نص الوحي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الثاني أن يكون توقيت عمر لهم باب الاجتهاد الذي أجمع عليه المسلمون بعد ذلك، فيكون من باب الاجتهاد من باب المحاذات الميقاتين، أي ميقات قرن المنازل وذي الحليفة. وعلى العموم فأحمد ضعف رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وقد ذكر الشيخ محمد بن مفلح أن الإمام أحمد أومأ إلى أن توقيت ذات عرق إنما هو باجتهاد عمر رضي الله عنه، ثم رجح بعد ذلك أي بن مفلح أن الظاهر أن النص قد خفي على عمر فوافقه، فإنه موافق للصواب رضي الله عنه. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. نعم، هذا الحديث أورده المصنف رحمة الله عليه موافقة لمذهب الشافعي، فإن الشافعي يرى أن أهل العراق يحرمون من العقيق ولا يحرمون من ذات عرق، ولذا استدل الشافعي بحديث ابن عباس هذا، ووجهه أن ابن عباس لم يرد ذات عرق في حديثه، وإنما أورد أربعة مواقيت فقط، والخامس هنا جاء أن لأهل المشرق العقيق. وابن عباس كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وهذا وجه كلام الشافعي.
وذلك قال الخطابي رحمة الله عليه: الحديث في العقيق أثبت منه في ذات عرق، للاختلاف المتقدم هل ذات عرق من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيته أم من اجتهاد عمر وموافقة الصحابة له. هذا الحديث حديث أحمد وأبي داود النبي صلى الله عليه وسلم موقتا لأهل المشرق العقيق، أعله أهل العلم بضعفه، فقد أعل هذا الحديث الإمام مسلم، ووجه إعلاله أنه قد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو مضعف، ولذا أعل هذا الحديث به جمع من أهل العلم كالإمام مسلم وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان، وكذلك البيهقي، مع أن البيهقي ينتصر للشافعي ورأيه في كثير من المسائل، ومع ذلك أقر بضعف هذا الحديث. وقول الخطابي أنه أثبت من حديث ذات عرق فيه نظر بين بضعف يزيد بن أبي زياد، وإذا لك فإن ممن ضعف هذا الحديث من فقهائنا ابن مفلح وغيره. وعلى القول بأنه صحيح فإنه يوجه بأمرين: التوجيه الأول أنه منسوخ، وذلك لأن جابر رضي الله عنه حكى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فيكون توقيت ذات عرق إنما هو في حجة الوداع، وأما ابن عباس فإنما هو ينقل عن غيره. والتوجيه الثاني أنه محمول على الاستحباب، لأنه أبعد من ذات عرق فيستحب الإحرام منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب وجوه الإحرام وصفته. نعم. أورد المصنف بعد ذلك بابا وسمه بقوله: باب وجوه الإحرام وصفته. قوله وجوه الإحرام أي أنواع الأنساك، لأن الأنساك هي التي يحرم بها الحاج، وسيأتي أنها ثلاثة، وهذه هي وجوه الإحرام. وصفته أي صفة الإحرام وكيف يكون. وقوله وصفته، الحقيقة أن هذه متعلقة بالباب الذي بعده، فإن صفة الإحرام إنما هي ستأتي في الأحاديث الواردة بعد هذا الحديث، وهي داخلة في الباب الذي بعده، باب الإحرام وما يتعلق به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مكون من جزئين. الجزء الأول قولها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وهذه الجملة قد ثبتت عن عائشة رضي الله عنها من طرق متعددة، وهذه الجملة تدلنا على مسألتين. المسألة الأولى أن الحج له ثلاثة أنساك، وهو التمتع والقران والإفراد. فأما التمتع فهو أن يأخذ المسلم عمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ويحرم في سنته تلك بحج، فحينئذ يسمى فعله ذلك تمتعا، ولكن يقولون بشرط ألا يقطع ما بين العمرة والحج. وما الذي يكون به قطعهما؟ مشهور المذهب أن قطع التمتع بين العمرة والحج بالخروج من مكة مسافة قصر، فمن خرج من مكة بعد العمرة مسافة قصر فإنه حينئذ لا يكون متمتعا ويكون قد قطع تمتعه، فلو خرج مسافة قصر ثم رجع محرما بحج فإنه حينئذ يكون مفردا. والرواية الثانية والتي عليها الفتوى أن الخروج من مكة لا يقطع التمتع ولو جاوز مسافة القصر إلا أن يرجع إلى بلده، لأن كمال الترفه إنما يتحقق بالرجوع لبلده، ولذلك فإن مجرد الخروج لمسافة القصر كالذهاب لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع التمتع، وهذا الذي عليه الفتوى. النوع الثاني من الأنساك هو القران، وهو أن يقرن الحج والعمرة معا. والنوع الثالث الإفراد، وهو أن يحرم بالحج فقط. وأفعال القران والإفراد سواء، لا فرق بينهما، ولكن نقول يختلفان
في بعض الأحكام، منها أن القارن يجب عليه أن يفدي هدي القران، وأما المفرد فلا. من الفروقات بينهما كذلك أننا نقول إن القارن لا يتحلل التحلل الأكبر إلا بفعل أربعة، وهي الطواف والسعي ورمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، بينما المفرد فإنه يتحلل بفعل ثلاثة بدون السعي. وهناك أيضا فروقات أخرى غير هذه الفروقات أوردها أهل العلم. المسألة الثانية التي نأخذها من هذه الجملة أن هذه الجملة تدلنا على جواز التخيير بين الأنساك، فيجوز المرء أن يحرم بما شاء من هذه الأنساك الثلاثة، لأنها قالت رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. فالذي أهل بعمرة هذا هو المتمتع، لأنه أهل بعمرة ثم أدخل عليه الحج بعد ذلك بعدما تحلل منها. ومن أهل بالحج والعمرة هو القارن، ومن أهل بالحج فهو المفرد. إلى هنا هذا الحديث لفظه ثابت ومن طرق متعددة عن عائشة. الجملة الثانية التي أوردتها الذي ورد في هذا الحديث قولها: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. هذه الجملة فيها من الفقه مسائل، لكنها مسائل مشكلة، ولذلك فإن هذه الزيادة جاء عن جمع من أهل العلم كما قال ابن القيم تضعيفها وإن كانت في الصحيح. وممن ضعف هذه الزيادة الإمام أحمد، وحكم بأنها خطأ. فإن أحمد لما أورد له هذا الحديث بهذه الزيادة، وقد رواه الشيخان من حديث أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة، قال أحمد: إيش هذا الحديث؟ تعجبا منه. ثم قال: هذا خطأ. ووجه تخطئته ذلك أن الرواة عن عروة كالزهري وهشام بن عروة ابنه، وهما أوثق وأعلم بعروة من أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، روياه على خلاف رواية أبي الأسود كما سيأتي إن شاء الله. هذه الجملة الثانية أول جملة فيها قولها رضي الله عنها: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. هذه الجملة استدل بها من استدل على تفضيل الإفراد، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا، حيث قالت عائشة: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. ولكن نقول إن هذه الجملة خطأ ولم تثبت من حيث عائشة، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمرة، فقد كان عليه الصلاة والسلام قارنا، وهذه أغلب الأحاديث من حيث عائشة وغيره يدل على ذلك. إذن هذه الجملة إما هي خطأ من الراوي كما قال أحمد، أو تحمل على أن المراد أنه عليه الصلاة والسلام فعل أفعال الحاج المفرد، لا أنه أخذ أحكام المفرد، لأننا قلنا قبل قليل أن المفرد والقارن أفعالهما سواء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فأفعاله كأفعال المفرد. إذن فقول عائشة أهل صلى الله عليه وسلم بالحج محمول على أفعال الحج لا أحكام المفرد. وهذه المسألة أشرت قبل قليل أن من أهل العلم استدل بها على الإفراد، وأنه أفضل الأنساك لفعله عليه الصلاة والسلام، وأما وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا، فدلنا على سقوط الاستدلال بهذا الحديث. وقد اختلف فقهاؤنا أيهما أفضل في الأنساك الثلاثة، فمشهور المذهب أن أفضل الأنساك هو التمتع، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتمتعوا، وأمره مقدم على فعله. قالوا: ثم الإفراد. لماذا قالوا ثم الإفراد؟ قالوا: لأن ظاهر حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أفرد التمتع بالحج، هذا من حيث الاستدلال مع إماء أحمد ضعف هذا الحديث، إضافة إلى أن الإفراد ثم إتباعه بعمرة أكثر في أفعال المناسك من الذي يدخل العمرة على الحج، فيكون قد فعل الحج والعمرة
فعلا واحدا، لأنهم يقولون الأفضل أنه بعد التمتع أن يفرد الحج، ثم إذا أنهى حجه ولم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام يذهب إلى أدنى الحل ويحرم منه بعمرة، فيكون أتى بحج كامل وعمرة كاملة، ثم بعد ذلك عندهم يستحب القران. هذا هو مشهور المذهب. وأما على الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين، فيقولون أن الأفضل إن كان قد ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما ثبت في أكثر الأحاديث، وإنما منعه من الانتقال للتمتع أنه عليه الصلاة والسلام كان قد ساق الهدي، فقد قال ولولا أني سقت الهدي لأحللت بعمرة، فدل على أن من ساق الهدي الأفضل في حقه القران، ثم يليه التمتع، ثم يليه باقي الأنساك، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. هذه الحديث الجملة الثانية في أو في تتمة الجملة الثانية من حديث عائشة قولها رضي الله عنها: فأما من أهل بعمرة فحل. وهذا واضح، أي أن من أهل بعمرة مع حج فإنه يحل بالحلق والتقصير ويلبس ما شاء من ملابسه، ويحل له كل شيء حتى النساء. قالت: وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. هذه الجملة أيضا مشكلة، ووجه ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من جمع بين الحج والعمرة أن يحلوا وأن يذبحوا هديا فيكونوا متمتعين، وفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على استحباب فسخ القران إلى تمتع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ظاهر الحديث أن القارن لا يحل. ويوجه هذا الحديث أو الجملة الأخيرة في قولها من جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، يوجه بتوجيهين. التوجيه الأول ما نقلته عن الإمام أحمد، ما نقلت لكم قبل قليل عن الإمام أحمد أنه خطأ هذا اللفظ وقال إنه لم يأتي في من طريق الزهري وهشام بن عروة. والتوجيه الثاني أن هذا إنما هو مدرج من قول عروة، وقد أشار لذلك الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، فقال إن لم يكن هذا من قول عروة فكأنه مدرج من قول عروة. التوجيه الثالث أنه إن ثبت أنه مرفوع من قول عائشة رضي الله عنها فإن معناه حينئذ أن من دام إهلاله بالحج أو دام إهلاله بالحج والعمرة معا وكان قارنا واستمر على ذلك فإنهم لم يحلوا، فهو من باب الإخبار لمن استمر على ذلك. التوجيه الرابع أن قولها أو جمع بين الحج والعمرة محمول على من لم يسق الهدي كالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فيه تقدير. وأما من لم يكن قد ساق الهدي فإن الأفضل في حقه أن يحل بعمرة ثم يفدي بعد ذلك. وهذا الحديث ابن الأحاديث المشكلة في الحج، والحقيقة أن الحج فيه كثير من الأحاديث المشكلة، فلا بد فيها من التوجيه أو الترجيح بين الألفاظ كما فعل أحمد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به. نعم، في هذا الباب ذكر المصنف رحمة الله عليه الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، وما يتعلق به من وقته، متى يكون الإحرام، وما يستحب عند ابتدائه أي عند الإحرام، وما يلزم من الواجبات عنده، مثل يعني خلع المخيط وعدم تغطية الرأس وترك التطيب ونحو ذلك المسائل المتعلقة به. إذن فقول المصنف وما يتعلق به أي ما يجب على من أحرم من الأحكام من المحظورات وغيرها. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عمر، رواه الشيخان من طريق مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا من عند المسجد. وقد جاء في الصحيحين أن المراد بالمسجد، قال يعني ابن عمر، يعني مسجد ذي الحليفة، فالمراد بالمسجد أي مسجد الحليفة. ورواه مسلم
من غير طريق مالك عن موسى بن عقبة أن ابن عمر قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند هذه الشجرة حين قام بعيره. هذا اللفظان الجمع بينهما مفيد في عدد من الأحكام. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى ما تقدم ذكره أن الأفضل والأتم ألا يتقدم الإحرام على الميقات المكاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من ذي الحليفة ولم يحرم قبل ذلك. المسألة الثانية أن هذا الحديث يدلنا على أنه يستحب الإحرام بعد الصلاة، ووجه ذلك أن ابن عمر قال: ما أهل إلا من عند المسجد. والمسجد يطلق على أمرين، يطلق على البقعة المحاطة المخصصة للصلاة، ويطلق على المكان الذي صلي فيه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فقوله رضي الله عنه إلا من عند المسجد أي عند المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قد جاء في اللفظ الآخر في مسلم: إلا عند هذه الشجرة حين قام بعيره. فدل ذلك على أن المستحب أن تصلى بعد صلاة. ومشهور المذهب أنه يستحب أن يحرم عقيب صلاة مكتوبة أو نافلة، سواء كانت النافلة من ذوات الأسباب فيصلي لها، فإن لم تكن من ذوات الأسباب صلى ركعتين لأجل الإحرام، وهذا هو مشهور المذهب. ويدل عليه ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبرائيل عليه السلام قال: صلي في هذا الوادي المبارك. فدل على استحباب صلاة ركعتين مطلقا. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يستحب أن يكون الإحرام بعد الصلاة، وأن يكون الإحرام عقيب صلاة مكتوبة إن كان وقتها موجودا، أو عقيب ذوات الأسباب إن كان لها سبب كالوضوء مثلا ونحو ذلك. وإن لم تكن هناك صلاة مفروضة أو شيء من ذوات الأسباب، قال الشيخ: فليس للإحرام نافلة تخصه، إذن فيحرم من غير صلاة. وعلى العموم على الروايتين أن المسلم إذا وصل الميقات في وقت النهي فإنه لا يصلي ركعتين في الميقات لأجل الإحرام، وأما إن دخل المسجد فعلى الرواية الثانية فإنه يجوز له أن يصلي تحية المسجد له، وتقدم الحديث عنها في كتاب الصلاة. المسألة الثانية معنا في قول ابن عمر رضي الله عنهما: ما أهل إلا من عند المسجد. هذه الجملة تدلنا على الوقت الذي يستحب فيه الإحرام، فإنه يدل على أنه يستحب الإحرام بعد الصلاة وهو عند المسجد. لكن جاء في اللفظ الآخر الذي أوردته قبل قليل عند مسلم أنه قال: إلا عند هذه الشجرة حين قام بعيره. فكيف نجمع بينهما؟ نقول إن مشهور مذهب أنه استحب الإحرام بعد الصلاة حال كونه جالسا مستقبل القبلة، وإن أحرم بعد ذلك يقولون جائز وحسن، يعني أنه ليس مكروها البتة. وأما التلبية فيقولون يلبي إذا استوى على راحلته. واختار الشيخ تقي الدين أنه يحرم بعد الصلاة كذلك وهو جالس مستقبل القبلة، وأما التلبية فإنه يلبي من حين الإحرام أي من بعد الصلاة مباشرة. هذا ما يتعلق بقضية التلبية. إذن قول ابن عمر حين قام بعيره أخذ من فقهاء المذهب أنه يلبي فقط إذا قام بعيره، أما الإحرام فيكون قبل ذلك. والشيخ تقي الدين يقول: لا، بل يلبي قبل ذلك. وأما قوله فحين قام بعيره مبني على أنه لم يسمع التلبية إلا عند قيام بعير النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، هذا حديث خلاد بن السائب عن أبيه رواه الخمسة والإمام أحمد، صححه جماعة كالترمذي وابن حبان وابن خزيمة والنووي، وقال ابن مفلح إن أسانيده جيدة. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي، وفي لفظ أن آمر من معي، والمراد حينئذ يكون من باب التوضيح
أن المراد به من كان متلبسا بنسك، أي يرفعوا أصواتهم بالإهلال. المراد بالإهلال هو التلبية، وقد جاء في بعض الألفاظ بالإهلال والتلبية، وفي لفظ بالإهلال أو التلبية، أو قال أو بالتلبية كما جاء عند أبي داود. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن المراد بالإهلال والتلبية هو قول المسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي الصيغة المستحبة، والزيادة على هذه الصيغة عند فقهائنا جائزة وليست مستحبة، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الأول، وما زاد منقول عن الصحابة فلا يكون مستحبا وإنما هو جائز التلبية به. هذه التلبية ما معناها؟ أي قول المرء لبيك، اختلف في ذلك على أقوال تصل إلى 10. من هذه الأقوال أن قول المرء لبيك معناها أجبتك إجابة بعد أخرى، وإذاك تقول لبيك لبيك تكرر التلبية أكثر من مرة، فكأنها إجابة لله عز وجل بعد الإجابة الأولى. وقيل إن المراد بالتلبية هي الانقياد، كما يقول المرء أخذ فلان بتلابيب فلان، أي انقاد معه تماما. وقيل إن المراد بالتلبية أنها مأخوذة من لب المكان، من لب المكان إذا لزمه، فكأن المرء يقول لزمت بيتك ولزمت طاعتك يا ربي. وقيل إن المراد بها المواجهة، أو المواجهة بما تجب، كما إذا قال المرء داري تلب دارك، أي تواجهه. وقيل إن معنى التلبية هو الحب، وإذلك تسمى المرأة امرأة لبة إذا كانت تحب ولدها، فعندما تقول لبيك اللهم أي حبا لك، وهذا من باب التوسل له جل وعلا بأفعال العباد. وقيل إن المراد بها الإخلاص، أي أخلصت لك، كما إذا رأيت شيئا قلت إن لب الشيء كذا، أي خالصه. وقيل إن المراد بها صفة العبد، معنى كونه منشرح الصدر متسع القلب للطاعة، وذلك يقولون إن فلانا رضي اللبب، أي أنه منشرح الصدر متسع البال. وقيل أن المراد بالتلبية الاقتراب إليه جل وعلا. وعلى العموم كل هذه المعاني صحيحة، وأوردت هذه المعاني لكي يستشعر المرء ما معنى قوله لبيك اللهم، لأن المرء إذا دعا الله عز وجل وقد استشعر معنى الدعاء، وكيف أن في قوله لبيك اللهم إجابة له سبحانه وتكرار للإجابة وانقياد له جل وعلا وإخلاص، وفيها حب له سبحانه وتقرب له جل وعلا بالحب، وفيها انشراح للصدر واتساع القلب، وفيها مواجهة له سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، وفيها لزوم لطاعته. إذا استشعر المسلم هذه المعاني حينئذ يرى أن هذه الذكر لا يشرع إلا حين التلبس النسك، فيستشعره فيكمل أجره ويلين قلبه وينشرح صدره ويتسع قلبه. من فقه هذا الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن جبريل أتاني فأمرني أن أمر أصحابي. وقت أمر جبريل رضي الله عنه إنما كان بعد الإحرام، وذلك تقدم معنا أنه استحب التلبية من حين الإحرام. وقد قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأته جبرائيل إلا حينما استوى على راحلته، فإذا لبى على راحلته، ولكن بعضهم يقول إنه يكون من حين الإحرام مطلقا، فهو زمن التلبية ويستمر بها إلى حين مواجهة البيت فينقطع التلبية حينئذ. المسألة الثانية معنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن يرفعوا أصواتهم يدلنا على استحباب رفع الصوت بالتلبية والجهر بها، حتى يسمع المرء نفسه ويسمع من كان بجانبه. وهذا الرفع بالصوت يستثنى منه مواضع، فإنه لا يستحب رفع الصوت بالتلبية، من ذلك إذا كان المرء في المسجد على المشهور في مساجد الحل فإنه لا يلبي، ومن ذلك
حين شروعه في طواف القدوم فإنه لا يلبي، وهذا أيضا على المشهور. أيضا من صور التي لا يكون فيها التلبية ذكر، وهذا ذكره الشيخ تقي الدين، أنه إذا كان في المصري لم يستحب له التلبية، وإنما يستحب إذا برز في البرية والصحراء، وأما إذا كان في داخل مصر ولو كان متلبسا بالإحرام فلا يستحب له التلبية، وهذا على اختيار الشيخ تقي الدين ولم يذكره المتأخرون من فقهائنا. المسألة الأخيرة في أن الفقهاء يقولون إن هذه التلبية لا تشرع إلا بالعربية ولا تشرع بغيرها، لأن لها معان عظيمة ولا يقوم غيرها من التراجم مقامها، فلا بد أن تكون بالعربية. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. نعم، هذا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقد رواه الترمذي وحسنه، وفي النسخ الترمذي عندنا أنه قال حسن غريب، ووجه كونه غريبا أي لأنه تفرد به عبد الله بن يعقوب المدني. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن عبد الله بن يعقوب هذا بن يعقوب هذا مجهول، مع أنه في فتح الباري قال إن رجال هذا الإسناد ثقات. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، قوله تجرد أي تجرد من الثياب التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام، واغتسل أي عمم جسده بالماء. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه يستحب عند الإحرام الاغتسال لفعله عليه الصلاة والسلام ولو لم يوجد له موجب كجنابة ونحوها، وإنما يستحب الاغتسال مطلقا. واستحب العلماء إضافة الاغتسال التنظف، بمعنى أن يزيل الشعر الزائد من جسده ويزيل الظفر، وقالوا هذا يناسبه أن المرء ربما طال مدة إحرامه فتأذى من طول شعره وتأذى من طول ظفره. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، هذه نأخذ منها حكمين، حكم واجب وحكم مستحب. أما الحكم الواجب فهو وجوب عدم لبس المخيط، سنتكلم عنه في الحديث الذي بعده على سبيل التفصيل. والأمر الثاني المستحب، فإنه يستحب أن يكون التجرد قبل الإهلال والإحرام، أن يكون التجرد قبل الإحرام، وذلك أن الفقهاء يقولون إنما يجب التجرد من المخيط بعد الإحرام، هذا هو الحد الواجب. فلو أن امرأً أهل بالنسك وبعد إهلاله مباشرة خلع ما عليه من مخيط كثوب وكقميص وعمامة ونحو ذلك فإنه لا دم عليه، وإنما المستحب أن يكون سابقا له. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله أي قبل إهلاله، وقوله لإهلاله أي لأجل إهلاله، ولأجل الإهلال يكون سابقا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، سئل ما نوع اللباس الذي يلبسه المحرم، فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم بنوع اللباس، وإنما ذكر بذكر وإنما أجاب بذكر الممنوع، وهذا يدلنا على أن هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يدل على نوع لباس ليلزم، وإنما ذكر عليه الصلاة والسلام اللباس الذي يكون ممنوعا فقط. فقال لا يلبس القميص، والمراد بالقميص هو ما فصل على قدر العضو الأعلى من الجسد، مثل ما نسميه الآن قمص أو نسميه الآن ثياب، فإن هذه الثياب التي نلبسها الآن تسمى قمصا، بينما الثياب في لسان العرب قديما هو القماش غير المخيط. قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات. السراويلات جمع سراويل،
المفرد سراويل والجمع سراويلات. قال ولا البرانس وهو ما يغطى به الرأس مما يكون متصلا بما على الكتفين ونحوها. قال ولا الخفاف جمع خف. قال إلا أحد لم يجد أو لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. عندنا هنا في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى في قوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص. هذه الجملة أخذ منها أنه لا يجوز للمتلبس بالنسك حجا أو عمرة أن يلبس القميص وما ألحق بالقميص. وما ضابط ما ألحق به؟ قالوا إن ضابطه ألا يكون مخيطا. وقد ذكر إبراهيم النخعي وهو أول من عبر بالمخيط فقال لا يلبس المخيط، نهي عن لبس المخيط هكذا. وضابط المخيط فيه توجيهات، فقيل إن المراد بالمخيط هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، ذكر ذلك الموفق وتبعه صاحب الكشاف. وذكر الخلوتي أن المذهب إنما هو ما عمل على قدر العضو سواء كان بخيط أو بغيره كزر وشوكة وحبل ونحو ذلك. وزاد القاضي أيضا وهو المعتمد عند المتأخرين ولو كان غير معتاد، كأن يكون المخيط جوربا يجعل في الكف. وبناء على ذلك فإن المذهب لا يلزمون أن يكون المخيط ملاصقا، فقد يكون غير ملاصق بالبدن، ولا يلزمون كذلك أن يكون بخيط، فقد يكون مما ربط بحبل أو زر ونحو ذلك. أن الأمر الثاني أو الرواية الثانية مذهب وهو اختيار الشيخ، قال إن المراد بالقميص هو الثياب التي تلبس على البدن، وأما السراويلات فهي الملابس التي تكون النصف الأسفل. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا العمائم. العمائم هي الغطاء الذي يكون على الرأس. ومشهور المذهب أن تغطية الرأس بالملاصق أنه يكون ممنوعا، وأما إن كان غير ملاصق فإن كان ملازما ويتحرك بحركته فإنه يكون ممنوعا كالهودج عندهم، فإنه يكون ممنوعا، هذا المشهور. وأما على الرواية الثانية فإن المراد بالعمائم هو المتصل الملازم دون المنفصل الملازم. نعم. قال ولا السراويلات، عرفنا أنها أيضا ملحقة بالقميص في الضابط السابق. قال ولا البرانس، أيضا لها تعلق بالعمائم باعتبارها غطاء للرأس. قال ولا الخفاف، المراد بالخفاف هو ما يلبس على الرجل ويفصل عليها، وهو داخل في عموم المخيط كما تقدم عند أهل العلم. قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين. عندنا هنا في هذه الجملة مسألتان. المسألة الأولى أن من لم يجد الخف، في هذا الحديث نص على أنه يجوز له، عفوا، أن من لم يجد النعلة، ففي هذا الحديث نص على أنه يجوز له لبس الخف، وهذا بلا إشكال فهو واضح أنه يجوز له الخف، فيسقط عنه حينئذ الإثم ولا فدية لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يلزمه قطعهما أم لا؟ هذا الحديث فيه وليقطعهما أسفل من الكعبين، وجاء في حديث ابن عباس أيضا في الصحيح عدم القطع. فمشهور المذهب أن من لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين ويحرم عليه قطعهما لحديث ابن عباس، لأنه إتلاف للمال ولا فدية عليه. واختار الموفق بن قدامة العمل بحديث ابن عمر المذكور هنا، فذكر أن الأولى أن يقطع أسفل من الكعبين من الخفين عملا بهذا الحديث وهو صحيح ثابت في الصحيحين. وأجيب عن استدلال الموفق بأجوبة منها. أولا قالوا إن حديث ابن عمر هذا منسوخ،
لأن حديث ابن عباس كان بعده، فقد جاء في بعض ألفاظه أو في بعض طرقه من حيث شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو بعرفات، فدل على أنه آخر الأمرين منه، بينما حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في المدينة. وقيل إن قوله وليقطعهما أسفل من الكعبين هو من قول ابن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اجتهاد منه بدليل أنها لم ترد في بعض ألفاظ الحديث. وذكر بعض فقهائنا كصاحب الكشاف وغيره أن الأولى أن يقال إن حديث ابن عباس مقدم على حديث ابن عمر لأن فيه زيادة، ففيها زيادة متعينة. ووجه الزيادة أن حديث ابن عباس قال ولا يقطع، وهذه زيادة أولى من تقديم الزيادة الواردة في حديث ابن عمر، فهو من باب تقديم النفي على القطع، لأن الأصل في القطع الموافقة، بينما عدم القطع فيها الزيادة. هذه المسألة الأولى من هذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليقطعهما أسفل من الكعبين. المسألة الثانية، هل يجوز للمسلم أن يلبس الخف المقطوع دون الكعبين؟ بمعنى أن هناك نوع من الأحذية الآن تلبس تكون دون الكعبين، فهل يجوز له ابتداء فعلها من غير عجز عن لبس النعل؟ مشهور المذهب أنه يحرم لبس الخف المقطوع دون الكعبين لدلالة هذا الحديث، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، ثم قال ولا يقطعهما، فدل على أنه سواء قطعهما أو لم يقطعهما فهما داخلان في المحظور، فلا فرق بينهما حينئذ. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز للمحرم لبس كل ما يلبس تحت الكعب، لأنه حينئذ لا يسمى خفا، وأشار لذلك في بعض كلامه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. المراد بالزعفران والورس باعتبار أنه من باب الطيب، وذلك يقول الفقهاء إنه يحرم لبس الثوب المطيب قبل الإحرام وبعده، وهذا معنى قوله ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. جاء في بعض ألفاظ الحديث إلا أن يكون غسيلا، هذه الزيادة خطأها أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه. هذه الجملة نأخذ منها أنه كما تقدم لا يجوز لبس الثوب المطيب قبل الإحرام ولا بعده. طيب، لو أن امرأة لبس ثوبا مطيبا قبل إحرامه، فالمذهب أنه لا فدية عليه، وإنما يكره له لبس الثوب المطيب، وإنما تجب عليه الفدية إذا خلع ذلك الثوب ثم لبسه مرة أخرى، لأنهم يرون أن الاستدامة أخف من الابتداء في هذا الموضع. والرواية الثانية وهي اختيار أبي بكر الآجري قال إنه يحرم لبسه قبل الإحرام وبعده، ومن لبسه قبل الإحرام وهو مطيب واستدامه بعد إحرامه ولو من غير خلع فإن عليه الفدية. وجه المذهب طبعا قالوا لأنه لبس مطيبا قبل الإحرام واستدامه، ولم يلبس أي ابتدأ لبس ثوب مطيب، والمسألة فيها قولان كما ذكرت قبل قليل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. نعم، هذا حديث عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، أي قبل أن يدخل في النسك، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقد جاء أنها كانت تضع الطيب على مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم فترى وبيص الطيب. هذا الحديث فيه من الفقه أنه يجوز وضع الطيب على بدن المحرم قبل الإحرام، بل هو مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يستحب عند التحلل الأول، وسيأتينا إن شاء الله أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، وهو رمي الجمرة والحلق والطواف بالبيت. فمن فعل اثنين من ثلاثة فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول، يحل له كل شيء إلا النساء. المسألة الثانية، قولها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، هذا محمول على تطيب البدن هو المستحب، أما تطيب الثوب ابتداء فإن الفقهاء يقولون إنه خلاف الأولى،
ولا يجب فيه الفدية على المشهور، إلى خلافا للرواية الثانية كما تقدم معنا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. ولا ينكح، لا ينكح، ولا ينكح. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. نعم، هذه حديث عثمان رضي الله عنه فيه أنه قال: لا ينكح المحرم، لا ينكح أي لا يتزوج، فلا يكون زوجا ولا تكون المرأة زوجة، وهذا معنى قوله لا ينكح. ولا ينكح أي لا يكون وليا في الزواج، وهذا معنى قوله ولا ينكح. نعم، جاء عند بعض الشراح أشاروا إلى أنه يصح أن يقال ولا ينكح، فحينئذ يكون الجملة الأولى خاصة بالرجل والجملة الثانية خاصة بالنساء، ولكن الأشهر عند العلماء في ضبط الرواية والنقل أن يكون الجملة الثانية ولا ينكح بأن لا يكون وليا في النكاح، لأنها فيها معنى إعمال اللفظ أكثر. قال: ولا يخطب، أي ولا يخطب خطبة النكاح، أو ولا يخطب خطبة النكاح. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح، المراد به أمران: يراد به العقد ويراد به الوطء، ولا يحمل على الوطء فقط، لأنه قد جاء في بعض الألفاظ لا يزوج وهو صريح، ولأن تتمة هذا الحديث ولا يخطب فدل على أن الخطبة ممنوعة، فهي من باب الإيماء إلى العقد. هذا الحديث فيه دليل على أنه يحرم على المحرم عقد النكاح، وهذه الحرمة متجهة للزوج والزوجة والولي، فيحرم العقد مفردا، ويحرم الوطء مفردا، ويحرم العقد على جميع أطرافه، على الزوج والزوجة والولي، بل ولا يحل الشهادة عليه، لأن الشاهد لا يجوز له أن يشهد على هؤلاء، ولو كان حلالا لا يشهد على زواج المحرم. كذلك المحرم لا يجوز له أن يشهد على زواج المحل، فكل هذه الصور لا تجوز. وقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني تشمل جميع أطراف العقد ومنهم الشهود. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب، أي لا يجوز له ولا يحل له أن يخطب امرأة. طبعا هنا جاء في ضبط الرواية يخطب وجاء يخطب باب الخطبة، وقد ذكر بعض الشراح أنه جاء النقل بهما معا في الرواية. عندنا هنا مسألتان: مسألة الأولى أن من تزوج وهو محرم فالفقهاء يقولون إن نكاحه باطل، فيجب عليه حينئذ تجديد هذا العقد، وأما من لم يعلم فإنه حينئذ يعتبر الوطء وطأ شبهة، والولد ينسب له لأنه من باب وطء الشبهة. المسألة الثالثة عندنا أن الحديث إنما حرم النكاح، وأما الرجعة فإنه يجوز للمحرم أن يراجع زوجته ولو كانت محرمة، لأن الرجعة عندهم ليست نكاحا مبتدأ، وإنما هو رجوع للأمر الأول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.